خير الدنيا حسرة وشرها ندامة، السعيد من نظر إلى نفسه وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة، الصبر مع الإيمان يورث الظفر، ثرى من النبي الذي اشتهر بهذه الأقوال والحكم؟ ابقوا معنا لتعرفوا التفاصيل. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. كان صديق النبي ومن الصابرين، أول نبي بعث في الأرض بعد آدم، وهو أبو جد نوح. أنزلت عليه 30 صحيفة ودعا إلى وحدانية الله، وهو أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبسها، هو إدريس ابن يارد ابن مهلائيل، وينتهي نسبه إلى شيث ابن آدم عليه السلام، وهو من أجداد نوح عليه السلام، وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهم السلام. وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم، وقد أدرك من حياة آدم عليه السلام 308 سنوات، لأن عمر آدم عمر طويل زهاء 1000 سنة. وقد اختلف العلماء في مولد إدريس عليه السلام ونشأته، فقال بعضهم إن إدريس ولد ببابل، وقال آخرون أنه ولد بمصر، وقد أخذ في أول عمره بعلم شيث ابن آدم، ولما كبر آتاه الله النبوة، فنهى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم وشيث، فأطاعه نفر قليل وخالفه آخرون، فنوى الرحيل عنهم وأمر من أطاعه منهم بذلك، فثقل عليهم الرحيل من ترك أوطانهم، فقالوا له وأين نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ فقال إذا هاجرنا رزقنا الله غيره. فخرج وخرجوا حتى وصلوا إلى أرض مصر، فرأوا النيل فوقف على النيل وسبح الله، وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعون الناس إلى الله وإلى مكارم الأخلاق، وكانت له مواعظ وآداب، فقد دعا إلى دين الله وإلى عبادة الخالق جل وعلا، وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح، وحض على الزهد في هذه الدنيا الفانية، وأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة، وغلظ عليهم في الطهارة، وحرم المسكر من كل شيء من المشروبات، وشدد فيه أعظم التشديد، وقيل أنه كان في زمانه 72 لسانا يتكلم الناس بها، وقد علمه الله تعالى منطقهم جميعا ليعلم كل فرقة منهم بلسانهم، وهو أول من علم السياسة المدنية، ورسم لقومه قواعد تمدين المدن، فبنت كل فرقة من الأمم مدنا في الأرض، وأنشأت في زمانه 188 مدينة. وقد اشتهر بالحكمة، فمن حكمه قوله خير الدنيا حسرة وشرها ندامة، وقوله السعيد من نظر إلى نفسه وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة، وقوله الصبر مع الإيمان يورث الظفر. وقد اختلف في موته. عن هلال بن ياسف قال سأل ابن عباس كعب وأنا حاضر، فقال له ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم،
لعله من أهل زمانه، فأحب أن يزداد عملا. فأتاه خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلي كذا وكذا. فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا، فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء. فلما كان في السماء رابعة تلقاه ملك الموت منحذرا، فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال: وأين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري. فقال ملك الموت: يا للعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك، فذلك قول الله عز وجل، ورفعناه مكانا عليا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.